لقد سئمت من هذه الحياة. هذه ضريبة اعتناق دين الإسلام. ولكن يا أخي، إن هذا السجان لم يرحمنا. صبرا يا أخي، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كل هذا التعذيب والألم من أجل اعتناقنا دين الإسلام. يا أخي، لقد جعل هذا السجان من هذه الغرفة قبرا لنا. تحمل قليلا يا أخي، تحمل. إن السجن دار بلاء، فلنحوله إلى محراب للعبادة. يا الله، عليك بالدعاء أخي، عليك بالدعاء. يا الله، يا الله، فرج عنا يا الله، يا فاك المصائب. يا الله، يا الله. اسكت ولا كلمة. لا أريد أن أسمع منكم بت كلمة واحدة. أيها المجرمان، لقد حانت ساعة الصفر وجاء وقت تسليمكما إلى مولاي السلطان. سوف أخذكما إلى السلطان، وهو من سيحكم عليكما. ولكن نريد سببا واحدا لجريمتنا. لقد مكثنا في هذا السجن طويلا، لا نعرف الليل من النهار. تريدون سببا؟ ألا يكفي جريمتكم الكبيرة التي فعلتموها؟ لقد تركتما عبادة الأصنام، عبادة هبل واللات والعزى. ارحميني ايتها الآلهة، ارحميني. واعتنقتما دينا جديدا. ولكن دين الإسلام ليس جديدا، وإنما بشرت به الكتب السماوية السابقة. اسكت أنت. حاط جلا. لك تضع جلا. قف، اسمع جيدا، اسمع، قف. اسمعاني جيدا، إن جريمتكم هذه البشعة سوف تعاقبون عليها. هل فهمت ما؟ نعم. سوف أدخلكم الآن على السلطان المعظم المبجل، وهو من سوف يحكم عليكما. اسمعا جيدا، لا أريد أن يقل أدبكما بحضرة السلطان. صدقون، إن طولتون لسانكم عند السلطان سوف أسطركما وأضربكما وأشوتكما. هل تفهمان؟ حسن. شوفوا هاي طاسة اللبن اللي فوق رأسي، باش نخربكم. هيا اسمع، وإذا دخلتم على السلطان هو من سيحكم عليكم. هيا من هذا الزرنوق، يلا ادعنا. لا تضحكون. سيدخل الآن السلطان المعظم المبجل صاحب المكارم
صاحب الأيادي البيضاء، السلطان الكبير العظيم اللي ما في مثل أبد ولا صار، سلطان الزمان والمكان، ظلام الليل، فليتفضل مولاي. مولاي هلا سهل فيك. شكرا شكرا شكرا. تعال تعال ليعطيك شنارة. أوه شكرا يا مولاي. كلامك صحيح كلامك صحيح. تعد ما أخبار الرعية يا حارس؟ كلهم بخير ويشكرونك على رعايتهم لك يا مولاي. استأذنك يا مولاي، سأذهب عندي شغلة بسيطة، سوف أشتري روتي لمرتي يا مولاي. انصرف. حسنا. لا تنسى الجملة. ولكن يا مولاي أتظن أني ظالم؟ معاذ الله يا مولاي، معاذ الله، ولكن يا مولاي أناس يشكون الفقر، هناك ناس ينامون الليل ولا يأكلون رغيف الخبز. يا حارس اذهب إلى عافور واجلب وقول له أنا مستحمل. حاضر سيدي. ألي هذا الحد؟ ماذا به؟ إن السلطان غاضب جدا. حقا؟ نعم. الله يريدك. الله غربنا وشتم. حسنا سوف آتي سوف آتي. تستطيع أن تسأل ما حال عين؟ عافور؟ نعم يا مولاي، نعم يا مولاي. أيوجد فقراء في بلادي؟ نعم. رعيتك يا مولاي بخير، انهم بعافيه ومستانسون، اللي عنده ايفون واللي عنده جنة. كلهم بخير مولاي، كلهم بخير يا مولاي. متأكد؟ نعم مولاي، نعم انا متأكد يا مولاي. ولكن يوجد شرذمة بسيطة منهم فقراء، ولكن لا تخف يا مولاي، لقد عالجنا المسألة يا مولاي، أعطيناهم علاوة الغلاء 30 دينارا يا مولاي، وسكتوا يا مولاي. لماذا لا تجلس أمامي؟ حسنا. لقد أعطيناهم، حللنا المشكلة. فرحت قلبي، فرحتني. وما حال البلاد؟ البلاد؟ بخير، أخبارها كلها بخير إن شاء الله. ماذا تقول يا حكيم؟ دعني نخبرك ما هي الأخبار الجيدة، فهناك الكثير ممن يشكو عليكم يا مولاي. الأخبار جيدة يا مولاي. تأكد؟ نعم نعم، هل تريد أن أقول لك الأخبار؟ نعم الأخبار جيدة يا مولاي. انتظر يا حكيم. نعم يا مولاي. دعني أخبره مولاي، سوف أقول لك الأخبار بالتفاصيل، ولكن انتظرني. كل منك فيها الطاسة هي. أحضرت لك الأخبار يا مولاي، هل أقولها؟ قل. استقبالات السلطان في ديوانه، زلزال ضرب كرزكان، وأصبحت فقط هذه. أريد الأخبار بالتفاصيل بالتفاصيل. حاضر حاضر. وإلا الخيزران ترى على ظهرك. شكرا. اذهب وجيب لي الأخبار بالتفاصيل بالتفاصيل إن شاء الله.
نقدم لكم الأخبار من قناة عافور المعفر. استقبل السلطان ظلام الليل في قصره العامر في العشة مسعفا، كل من سعادة وزير الغنم والخرفان، الوزير هامان. وقد سادت الجلسة أجواء ودية تناقشوا فيها حول سبل توفير فرص العمل للوافدين والأجانب. أكمل اقرأ جيدا. حسنا. وقد تطرق اللقاء عن فرض الكثير من الضرائب على المواطنين، وذلك لتسهيل الحصول على ميزانية إضافية لتنمية قصر السلطان وتوفير رواتب للجند والحاشية والعاملين في القصر. هذا وقد خرجت مسيرات في البلاد. مسيرات؟ تأييدا لقراراتك يا مولاي. تأييد. وقد عم الفرح والحزن أرجاء ماذا؟ الفرح والحزن؟ لا. ماذا تقصد بالفرح والحزن؟ حزن. لن أعطيك من هذه الكرار. يا مولاي، عم الفرح بقراراتك التي خرجت إلى الرعية، وعم الحزن والبكاء من جراء عطفك وحبهم إليك. ولماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ حبا لك يا مولاي. عم أعطيه كنارة. حسنا يا حكيم. شكرا يا مولاي. رأيت الطمع والجشع. نعم. هل أكمل يا مولاي؟ أكمل. ضرب زلزال قدره 58 درجة منطقة شمال كرزقان في تمام الساعة 8 عصرا. وأدى إلى كل الخبر كرزقة عدم تمام العصر وأدى إلى سوف أسجنك ها؟ وأدى إلى هدم الكثير من المنازل، وقد هاجرت الكثير من العوائل المنطقة التي ضربها الزلزال هذا، وقد هرعت فرق الإنقاذ من جمهورية المرخ المتحدة لمساعدة المنكوبين. هل يوجد جمهورية باسم المرخ؟ نعم يا مولاي. يا عافور؟ نعم مولاي. أين تقع جمهورية المرخ؟ ها؟ جمهورية المرخ أين تقع؟ أقبل إشارة يسار ما أدري. على الحدود، الحدود على الحدود الغريبة الغربية على الحدود الغربية لدولة بني جمرة المتحدة. والآن حالة الطقس بارد ليلا، جهنم نهارا، ممطر عصرا، وجاف فجرا، والرياح غريبة شرقية. غريبة؟ غربية، غربية شرقية. أما ارتفاع الموج فهو 33 مترا. وانتهت الأخبار يا مولاي، وخلصت الأخبار. أيها المستشار عافور، هل انتهينا من نشرة الأخبار؟ نعم يا المستشار. نعم أيها الحكيم. أيها المستشار، وما حال المساجين في سجونكم؟ ماذا تقول؟ نعم يا مولاي، أيوجد مساجين في بلادي؟ يا عافور. مولاي أمسك. أنا مستحمد. أيوجد مساجين في هاتها؟ أيوجد مساجين في بلادي؟ يا مولاي مساجين؟ لا 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 لا, لا يوجد في سلطنتك مساجين. وكيف يقول الحكيم أنه مساجين في بلادي؟
يوجد هناك عندنا سجينين خطيرين، القينا عليهم القبض يا مولاي. أتعرف ما تهمتهما يا مولاي؟ وما تهمتهما؟ لقد تركا عبادة الأصنام، عبادة هوبل. ماذا؟ واللات والعزى، تركوا عبادة آبائنا وأجدادنا واتخذوا لهم دينا جديدا يا مولاي. ماذا تقول يا حكيم؟ هلا دعه يحضرهما ولتستمع لهما. عفور؟ نعم مولاي. اذهب لهما واجلبهما حتى أبسطهما دستا. حاضر مولاي حاضر. تعجبني عبد العصا شطر من مولاي. يا مولاي إن مستشارك عافور يكذب عليك كثيرا. أتظن ذلك؟ نعم يا مولاي. أتظنهما صادقان؟ معني يا مولاي. اسمعا جيدا عافور عن سوف أدخلكم الآن سوف أرى على مولاي السلطان. ها اسمع، لا أريد أن يطول لسانكما، اتخذا من الأدب والأخلاق حجابا لكما، هل تفهمان؟ حسنا ها؟ نعم نعم. ماذا تقول يا حجي؟ وهو كذلك. اسمعا ولا تخبر السلطان أنني عذبتكما. ها هيا قف هنا قف وقف. مولاي السلطان المعظم، هل جلبتهما يا عافور؟ نعم لقد جلبت السجينين، هل أدخلهما؟ ادخلهما وأجلب معك الخيرتان. حسنا حسنا راحت عليكم راحت. ادخلا. شوي 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 حبائي شوي شوي هيا اقعد مني. ما هذا؟ اجلس هنا. لا تخبرون أن عذبتكم، اجلس. ما هذا؟ أتأتي بأناس مرضى؟ لا يا مولاي. هذه الضربات كانوا في سكسويل وطاحوا مولاي. حادث حادث. يا هذا ما هو دينكما؟ من الإسلام. هل أقتلهما يا مولاي؟ هل أقتلهما؟ حسنا يا مولاي انتظر. أقتلهما يا مولاي. لا يجوز القصاص قبل البينة، وهذه قوانين مملكتنا. وأي بينة أكبر من هذه؟ تركوا عبادة الأصنام ودين آبائنا وأجدادنا، اتخذوا دينا جديدا يا مولاي. دينا جديدا؟ نعم. أن الأصنام تجلب الرزق وتجلب البركة لنا. نعم يا مولاي. أي أخبروني عن دينكم، ما هو دينكم الذي اتخذتموه دون الأصنام؟ ديننا هو الإسلام، وربنا أفضل من الأصنام. اسمع يا مولاي، هل أقتله؟ كلا كلا يا مولاي. اسألهما واسمعهما جيدا، فربما يملكان دليلا. اسألهما. حسنا، لماذا دخلتم في دين الإسلام؟ يا مولاي، يا أيها السلطان، إن هذا الدين والدين الحق، إنه أفضل من الأصنام. أفضل من الأصنام؟ نعم. أتعلم أن الأصنام
هي التي تجلب البركة وتجلب الرزق. يا أيها السلطان، كيف لصنم من حجر لا ينطق لا يضر ولا ينفع أن يخلق كل هذا الكون؟ فلنفرض جدلاً يا مولاي أن كلامه وجدوا لهم إلهاً، ولكن أخبرني أين إلهكم؟ نحن نعبد الأصنام، أين إلهكم الذين تعبدونه؟ ربنا ليس له شكل أو جسم، ولا لكي نستطيع أن نراه، فنحن لا نراه. يعبدون شيئاً لا يرون، ما هذه الحكاية وما هذا اللغز؟ كيف تعبدون شيئاً وتؤمنون بشيئاً لا ترونه؟ أخبرني كيف؟ أيها المستشار عافون، أسكت، دعنا نسمعهما جيداً. صحيح، ونعم الرأي. كيف تعبدون إلهاً لا ترونه؟ يا أيها السلطان، ليس كل ما لا نراه لا نؤمن به. كيف؟ كيف تؤمن بشيء لا تراه؟ أخبرني، ها؟ أين الخيزرانة؟ وجدتها وراء. يا هذا، كيف تعبدون شيئاً لا ترونه؟ أيها السلطان، من منكم يؤمن بالهواء؟ هواء؟ أتؤمن بالهواء؟ نعم، الهواء موجود، لولا الهواء لفطسنا. ولكن أيها السلطان، هل ترى الهواء؟ الهواء؟ هل ترى الهواء يا عفور؟ الهواء لا نراه، ولكن نرى تأثيره فقط. من منكم لا يؤمن بوجود الحب والألم والجوع؟ ولكن هل ترونهم؟ أنا أحبك، ولكن هذه أشياء لا ترى يا مولاي. ماذا تقول يا حكيم؟ نعم يا مولاي، هذه الأشياء لا نراها ولكن نشعر بها فقط. حسناً حسناً، أخبر، كيف تشعرون بإلهكم؟ كيف تشعرون به؟ كيف ترون؟ كيف تشعرون؟ ما هذا؟ هذه الأحبوكة. كيف تشعرون؟ أيها السلطان، إذا أصابتك مصيبة لا سمح الله وأحسست بالغرق، هل تشعر بشخص يمد لك يد العون ويساعدك؟ يد العون؟ نعم، عندما أشعر بالغرق أتجه لمن يخلصني. نعم، ولكني لا أعرفه. نعم، إنها الأصنام يا مولاي. نعم، هي الأصنام من تخلصنا من الغرق. أتظن ذلك؟ الأصنام؟ هذه الأصنام هي التي تخلصك من الغرق؟ تتطنز على الأصنام؟ ها؟ وتتمسخر على آلهتنا؟ أنا لا أسخر من آلهتكم. لقد طالت وشمخت. إيه؟ اسمتا؟ كما أعرف يا مولاي أن دينهم دين الإسلام، دين يحترم باقي الديانات السماوية، ولا يسخر بأي دين آخر يا مولاي. وكيف الدخول في هذا الدين؟ أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يا حكيم. نعم يا مولاي. ومن هو محمد؟ مولاي لقد حفظت نكتة سوف أقوله لك. لقد طرش لي ابن الأشوس على الواتساب نكتة في جروب الجنود الشياطين، ف
تقول النكتة أن إعرابي أراد أن يدخل بيته فدخل بيت جاره. يا مولاي ما هذا؟ إنما يريد عافور أن يبعدك عن الحقيقة. فاسألهم عن الحقيقة. حسنا لدي نكتة سوف أقولها يا أيها السلطان. نكتة سوف أقولها لك يا أيها السلطان. سألتنا عن محمد. محمد هو نبي الإسلام بعثه الله هداية للبشرية، وهو خاتم الأنبياء والرسل وأعلاهم مكانة. مولاي هل تريد أن تسمع النكتة أيضا؟ لقد طرشوا لي نكتة أخرى على اللاين. والله بطيت كبدي. يا حارس اجل لي العصا. لا 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 بس بس يا مولاي، كما عرفت ان دين الاسلام هو دين المحبه والتسامح. فعلا من قال يا مولاي دين الاسلام ليس دين ذا تسامح ولا موده ولا محبه، وانما هو دين الارهاب ودين القذف وسفك الدماء. ولتعلم يا مولاي ان المسلمين قسمين. نعم قسمان. نعم قسمان، شيعه وسنه. الشيعه يقتلون السنه والسنه يقتلون الشيعه. هذا هو الاسلام. اذا كان هذا هو الدين فهو دين باطل. نعم نعم. ايها السلطان، لا ننكر أن الإسلام به عدة مذاهب وأهمها الشيعة والسنة، ولكن هم إخوان. إخوان؟ نعم. إذن من يفجر الشيعة في العراق؟ من؟ أليس هم السنة؟ نعم السنة. السنة هم بريئون من هذه الأفعال، وإنما من يفجر هم التكفيريين البعيدين عن الإسلام وأهل السنة. يا هذا صف لي محمد. سوف أصف لك محمدا وأصف لك الإسلام. محمد هو الصادق الأمين، وهو الشجاع الكريم، والإسلام هو دين التسامح والمساواة والعبودية لله الواحد فقط، ورفض الظلم والاستكبار. ما تقول يا حكيم؟ يا مولاي خطرت ببالي فكرة. استمع لهم جيدا، فإن وجدتهم مع الحق فاطلق سراحهم، وإن وجدتهم مع الباطل فاقتلهم. صفوا لي محمدا أكثر. محمد هو الهادي، هو الرحيم بأمته، هو البشير النذير، هو خاتم الأنبياء والرسل. مولاي ما رأيك أن أقول لك نكتة رابعة؟ ادلف عن وجهي. أيها السلطان، هل تريد أن تعرف كيف تدخل في الإسلام؟ نعم، وكيف الدخول في هذا الإسلام؟ أيها السلطان. مولاي أيها السلطان. قلت لك أين العصا؟ مولاي استمع لهم جيدا. نعم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. عجيب، إذا كان هذا الدين هو دين التسامح ودين المساواة ودين الكرامة،
فحري بي أن أدخل في هذا الدين. مولاي مولاي صدقني إن دخلت في الإسلام لن ترى هذا الكرسي مرة ثانية، لن ترى هذا الملك، هذه الجنود، هذه الأموال، لن ترى إلا الفاقة، سوف تخسر كل شيء يا مولاي. أصمت كل منك أيها الشرير، يا عافور، يا شر شر شر، يا حكيم، ما تقول في هذا الدين؟ أنا أدخل في هذا الدين؟ نعم يا مولاي، فلقد سبقتك في اعتناق دين الإسلام. إذن ما قلت لك تدلف عن وجهي؟ حسنا، إذن أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا فعلتم؟ لقد دخل الملك في الإسلام، والسبب هذا دين محمد، لكن سوف نحارب هذا الدين بأن نبث الفرقة بين المسلمين في بعضهم، أليس كذلك؟ ها؟ هل تحبون محمدا؟ هل تقولون اللهم صل على محمد؟ أنتم أيضا؟ لا تقولون الآن ها؟ فقط واحدة. شوي. على شوي شوي يا أولاد. نشكر فرقة شباب كرجكان على عرضهم الرائع والمميز والذي أتحفونا فيه، ونشكر الحضور كذلك على انصاتهم وهدوئهم وتفاعلهم، ونتمنى أن نرى هذا الحضور في الفعاليات القادمة. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.